تتنوع الأماكن التي تكسب طابعاً معيناً وتقام من أجل أهداف محددة، ولعل المتاحف أحد أبرز هذه الأماكن. متحف هندية المكون من 5 طوابق تميزت بأنواع مختلفة من الفنون المنوعة. استطاعت أحدى تلك الطوابق الخمس أن تجمع عدد من الأعمال الفنية العراقية المختلفة لفنانين عراقيين، بعضهم مرت على أعمالهم أكثر من 100 عام. الفن العراقي نفس الشيء، أنا عندي 400 لوحة تقريباً أو أكثر. الفن العراقي يكون عنده كمية ضخمة من نون اشتغل كمية كبيرة، فمعتم 6 جمع مازن دلوث الله يرحمه، جمعية دلوث فونديشن كمان عندها مجموعة من فن عراقي. أنا لا أستطيع، يعني أنا من واحد من 10 ممكن من الناس المقتنين فن عراقي بكمية كبيرة. المهم هو الكم وليس النوع، يعني النوع وليس الكم. يعني صحيح، عندي نوعية جيدة. يهدف متحف هندية الاعتناء بالأشياء التي تمثل القيمة التاريخية أو الفنية، ويولي القائمون على المتحف بالغ الاهتمام والعناية بالموجودات وعلى نظافتها، حيث تكون في أغلب الأحيان نادرة وقديمة جدا. تجد الأجيال العراقية كل من خزافين ونحاتين وفنانين تشكيليين من الجيل الأول من العراق، من أيام فائد حسن إلى جيل الشباب شباب اليوم، من الفنانين العراقيين من نحاتين وخزافين ورسامين. هذا هنا تستطيعون أنتم العراقيون أن تعتبروا هذا متحف الفن العراقي هون في هذا الطابق. باعتقادي ما يقارب 1000 عمل فني عراقي موجودة في مكان واحد. يعني تيجوا بتشعروا نفسكم بالمتحف العراقي. إلهم دور بإنشاء المدرسة الفنية بالأردن، زي أستاذ رافع الناصري وغيرهم يلي درسوا فنانين أردنيين. نعم. فبحس في تنوع أكتر وفي إنهم بصمة معينة. يعني أنت لما تدخلي طابع العراق بتحسي من الأسلوب إنه أنت بتعرفي إنك أنت بصمة العراق. من بتحسي حتى بمشاعر الحزن ومشاعر الأشياء اللي مرقت فيها الثقافة العراقية، المجتمع العراقي على مر العصور. أعمال فنية متعددة ومتنوعة لمدارس مختلفة جمعتها أروقة هذا المتحف لتزهو بالفن العراقي المختلف. هبة السوداني، العراقية العامة، السلطة.